كم منا من جعل الله أهون الناظرين إليه. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، تأمل ماذا يقول الله. يا من تعصي الله، القضية جماعة ما هي قضية جوالات وحاطين أرقام سرية في جوالاتنا وحاطين رموز حماية جوالاتنا، لا لا يا حبيبي، هذه سرية صح، لكنها سرية على من؟ على الناس. والله أنها ليست سرية على رب الناس سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. الله أكبر، اللي في صدره الله يعلمه. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. ثم يقول ربي سبحانه وتعالى: أبشر بالخير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. الله أكبر، أي عمل خير سويته في الدنيا والله تلقاه يوم القيامة، والله تلقاه حاضر يوم القيامة ويشرق وجهك. جلوسك الآن تسمع كلام الله والله تجده يوم القيامة، لأن الله يقول سوف تجد، يعني سوف نجد جميعا يوم القيامة. صليت اليوم العشاء أبشر، تصدقت اليوم أبشر، بريت في يومك اليوم أبشر يوم القيامة. ولكن من تبني اللي بعدها يا جماعة: وما عملت من سوء. أي عمل سوء؟ تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. الله أكبر، أي عمل سوء سويته أتمنى أن بينك وبين يوم القيامة إيش؟ أمدا بعيدا. اللي حاط مقاطع محرمة في جواله، والله العظيم أتمنى أن بينك وبين هذا الجوال يوم القيامة أمدا بعيدا. اللي يدخن وحاط دخان في جيبه، يا فلان اترك الدخان، يقول ما اقدر، لكن والله يوم القيامه تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. بل يقول الله جل وعلا في سوره اخرى عند بعض الناس اللي يكلم بنت يقول ما اقدر، يوم الايام طلع معاي شاب من الشباب في احد المقاهي، هذا الشاب والله يا جماعة بالخير يبي التوبة، قال والله ودي أتوب. قلت شو اللي يمنعك من التوبة؟ قال والله إن لي علاقة مع بنت أكثر من 4 سنوات وتعلق قلبي، يقول ما أقدر، حاولت مرة مرتين يقول ما قدرت، قلت لا راح يجي يوم من الأيام تتركها. قال الله يبشرك بخير، متى؟ قلت يقول الله سبحانه وتعالى: وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. الله يحذرك يا عبد الله، الله يحذرك تجي يوم القيامة ولك علاقة محرمة مع بنت، الله يحذرك يوم القيامة أن تأتيه وكان في جيبك دخل. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. اللي يدخن يقول يوم القيامة: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. اللي له علاقة مع شاب وما قدرك الشاب، والله يوم القيامة: يا ليت بيني وبينك إيش؟ بعد المشرقين فبئس القرين. ولكن صدق ربي لما قال: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. خلاص انتهى. لذلك احبتي في الله لابد ان نراقب الله سبحانه وتعالى، لابد ان نراقب الله في خلواتنا، وان الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وكم منا من قل حياءه وادبه مع الله سبحانه وتعالى في الخلوات. اسمع الى هذه القصه، احد المشايخ يقول: دخلت في يوم من الايام الى مسجد
يقول وفي شاب دخل مسجد يقول شكيت انه عقله مو معه، انه مجنون عليه تصرفات غريبه، لكن الى الان شك. يقول في الصلاه صلى بجانب هذا الشاب وايقنت انه مجنون عقله مو معه، يقول يثق في صلاته يعمل في صلاته، لكن يقول هذا الشاب والله اعطاني درس ما انساه. مجنون يا جماعه مرفوع عن القلم ما يحاسب يوم القيامه. يقول والله في السجود يقول جنبي وهذا المجنون تدرون شو يقول يا اخوان؟ شو يقول في السجود؟ مجنون انا وانت ماذا نقول؟ يقول هذا المجنون في سجوده اللهم استر ما مضى واغفر ما بقي. مجنون يا جماعه يقول اللهم استر ما مضى واغفر ما بقي.